عندنا طاجن تورلي باللحمه، لحمه مكعبات وتوم وبصل وكركم وقرفه، كوسه وبطاطس وجزر وبسله وبتنجان، زنجبيل بودر، ملح وفلفل، كرفس وكرات، كزبره خضراء، مرق وزيت او سمنه او زبده مع الرز. سمنه بلدي عشان ده حرام يتعمل بزيت. نلحوس بقى كده لغايه ما نجيب السمنه من حدانا. طيب كده بصل اهو على لدي السمنه. ده الثوم. ده حبة زيت بقى لما تجيب السمنة. كرفس وكرات شفت برضو؟ ماشي. لا حول الله رب العالمين. راح تعلب. شايف الريحه طالعه ازاي؟ وادي حبه توابل ابو طلال. دي طماطم بوريه، كده، ودي طماطم فريش، قوم بقى ايه؟ اديها ميه زي ما هي عايزه، لان لازم تبقى ايه؟ كونتستري مركزه. لازم تبقى مركزه. تعالوا بقى نعمل صدمه بالحاجات الحلوه دي. دول حبه بصل كده. ما تجيبليش شويه زيت لو سمحتوا النبي الفاتوره دي. كده هنقطع البتنجان وهنحط عليه حبه ملح ونسيبه دقيقة أو دقيقتين عشان يطلع كريسبي ويقل شوية من الزيت اللي بيشربه. دي بنعمل لها شخصية عشان ما تتهريش مع اللحمة ومع الخضار. أهي بطاطس وجزر، وأدي حبة كوسة كمان. كل ده بنعمل له شخصية عشان إيه؟ ما يتهريش في إيه؟ طاجن. طيب كده احنا بنحمر الشعريه. بص بقى هنعمل ايه؟ انتوا الاثنين على الظالم كده. بص يا باشا، ده البتنجان بتاعي عشان ما يتهريش. وراح جاي بقى كده اهو مكمل.